سكر الحمل هو داء السكري الذي يتم تشخيصه للمرة الأولى أثناء فترة الحمل، ويتم التشخيص عن طريق عمل تحليل تحمل السكر الفموي، وعادة يتم عمل هذا التحليل في الأسبوع 24. ولكن في حالة وجود عوامل تحفز حدوث مرض السكر فإنه يتم عمل التحليل في الأسبوع 16. ولذلك احرصي على زيارة طبيبك لمعرفة موعد عمل التحليل وتشخيص مرض السكر حفاظاً على صحتك وصحة الجنين.